عبد الله بارطاجيونا خاوتي برك، عندنا موضوع مهم ان شاء الله نحكيو فيه اليوم. اهلا عمي بشير، واش راك شويه لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. عندنا موضوع مهم جدا نحكيو فيه اليوم، يخص صندوق المعاشات العسكريه، صندوق التقاعدات العسكريه. لا حول ولا قوه الا بالله، استعنا بالله. وعليكم السلام خويا فاروق، واش راك شويه لاباس؟ والله دراجي احمد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خويا محمد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الحمد لله محمد خويا. بارطاجيو لنا من فضلكم برك، عندنا واحد الموضوع راح نطرقوا ليه بالنسبه لصندوق المعاشات العسكريه. ديب ناصر، وعليكم السلام خاوتي، بارك الله فيكم. كل واحد يبارطاجي لنا في المجموعات، برك ربي يجازيكم خير. خويا رابح البرازي، يا خويا عاش من شافك اخويا، ربي يحفظك ان شاء الله ويوفقنا واياكم ان شاء الله. بارطاجيو لنا خاوتي برك، بارك الله فيكم، تطلع نسبه المشاهده. عندنا موضوع اليوم مهم، الموضوع هذا يخص صندوق المعاشات العسكريه. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كان ما طلعش اللايف للنسبه المرجوه من المشاهدات، ناجلوه لليل باذن الله، باش يكون اكبر عدد من الاخوه ويكون الاستنفاع للجميع باذن الله، تكون المنفعه عامه للاخوه بكل. خاطر ماكش الموضوع هذا جد حساس، جد حساس. هذا الموضوع اخطر من المصلحه الاجتماعيه، اخطر من المصالح الاجتماعيه. هذا موضوع تاع المعاشات العسكريه راه موضوع خطير جدا. تحياتنا عمي جموعي بالطاهر، رزقي خويا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حمزة خويا سعيد، اللهم امين، اللهم يصلح ان شاء الله البلاد هذه وان شاء الله العباد والناس بكل. خويا يحيى، وعليكم السلام، السلام عليكم جميعا خاوتي. بارطاجيو لنا، بارك الله فيكم، ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. خاطر ماكش الكثير من الناس والمتقاعدين ومنهم المتحدث يركزوا كثيرا على الصندوق، على المصالح الاجتماعيه اللي حكمها اللواء الدحماني، متناسين صندوق المعاشات العسكريه. راهو الضرب الخشين بكل واللعب الكبير راهو في صندوق المعاشات العسكريه. المصالح الاجتماعيه صح فيها تلاعبات وكذا. اهلا خويا سليم، مرحبا بك. بارطاجيو لنا خاوتي، بارك الله فيكم، يطلع شويه نسبه المشاهده. نبداو اللايف تاعنا هذا، نفصلوا في واحد الامر. اهلا خويا، واش راك؟ تحياتنا للناس البيض اخويا. امين، اللهم امين، ربي يقدر الخير ان شاء الله خويا السعيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هيا خويا رزقي، معليش معليش. وعليكم السلام خويا غنام. حنا رانا نتبعوا في القانون تاع المعاشات العسكريين اللي هما اللي وضعوه، ويعني مؤخرا راهي قاعده تجرى فيه تعديلات على حساب الحاله اللي راهو يمر بها الصندوق للمعاشات العسكريه. بصح حنا ما همناش هذا الشيء، هذا حنا اول 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 حاجه، الله ينورك خويا فضيل، اول حاجه هي ان نطالبوا السيد رئيس الجمهوريه وزير الدفاع الوطني بفتح تحقيق في صندوق المعاشات العسكريه. راه الامر اصبح لا يطاق. والله يا عمي بشير ما عنديش الانترنت، ما نقدرش نطلعك، ابعث لي دوك نحاول نطلعك ان شاء الله، لكن قدرت نطلعك ما كاش مشكل. نطالبوا
استعجاليا قبل اي زياده قبل اي حاجه فتح صندوق فتح تحقيق معمق في صندوق المعاشات العسكريه. راي الامر اصبح لا يطاق لا يطاق. المهم خاوتي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. بادئا ذي بدء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنه متقلبكم ومثواكم. هلا خويا تحياتنا النسميلة. خوتي الاعزاء خوتي الكرام، لاحظت ومن خلال عديد الخرجات الى الجزائر العاصمه وعديد الطلعات الى المصلحه الاجتماعيه ولا المديريه المركزيه للمصالح الاجتماعيه والتي على راسها اللواء دحماني زروق، هذو مدراء تنفيذيين كما قال لك الاخوه اللي ظلوا قاعدين يهضروا، عندهم حق الاخوه مدراء تنفيذيين يقومون بتنفيذ المراسيم وكذا الاحكام والقوانين اللي جات في قانون المعاشات العسكريه، يحرصوا على تطبيقها. احنا دائما نصبوا جام غضبنا ونصبوا اللوم تاعنا ونصبوا نطرحوا جميع المشاغل تاعنا على اللواء دحماني زروق اللي هو المدير المصلحه المركزيه للمصلحه المصالح الاجتماعيه، هو اللي حاكم المصالح الاجتماعيه على مستوى القطر الوطني كما نقولوه، هو اللي حاكمها على مستوى النواحي السته. لكننا اهملنا كثيرا هذا البعبع الخفي كما نقولوه حنايا، هذا الشخص اللي متخفي دائما في الخفاء ما يبانش، الا وهو المدير المركزي لصندوق المعاشات العسكريه. انا واحد من الناس والله ما نعرفه، ما نعرفه بلي كعميد بصح ما على باليش الاسم واللقب وكذا، وعليكم السلام ورحمه، والله ما نعرفه شخصيا هكا بالاسم واللقب وكذا. علاه؟ معظم العسكريين المتقاعدين تلقاه ما يعرفوش، يعرفوا اللواء دحماني بحكم انه حاكم هذه المصلحه الاجتماعيه بصح ما يعرفوش هذا المدير المركزي لصندوق التقاعدات العسكريه. راو باش نقول لكم يا الاخوه الكرام، راو اللعب الكبير بكل، والحقوق تاعنا هذه اللي مهضومه بكل راهي بالدليل راهي على مستوى صندوق المعاشات العسكريه، والخلل الكبير خلاص راهو على مستوى صندوق المعاشات العسكريه. اذا تحلت هاك نشوف عمي بشير، هاك نشوف راني بعثت لك راني اجوتيتك العقده في صندوق تاع في صندوق المعاشات العسكريه. ديروا في بالكم باللي جميع المشاكل تاعنا راح تحل باذن الله. كاين خلل كبير في صندوق المعاشات العسكريه، كاين عجز كبير في صندوق المعاشات العسكريه، الناس هذو راهم مخبيين، بصح انا نقول لكم من هذا المنبر وامام الاخوه حوالي قريب 300 مشاهد وامام الشعب الجزائري بكل وامام المتابعين تاعنا في هذا الفضاء الازرق بكل، راني قاعد نقول لكم باذن الله اليوم والله غدوه راهو يتكشف كل شيء باذن الله، وجميع من دار حاجه راهو يتحاسب باذن الله، جميع من دخل ناس ما عندهمش احقيه في هذا الصندوق راهو يتحاسب باذن الله، جميع من حرم ناس عندهم حق في هذا الصندوق وقاعدين يستناو وعندهم 11 سنه و12 سنه و13 سنه و13 سنه ونص و14 سنه خدمه و15 سنه غير سمانه راهو يتحاسب باذن الله. هذا الظلم، الظلم راهو ظلمات يوم القيامه، والظلم عمره ولا كان يستمر، الظلم راهو كيما نقولوها احنا مرحله وفايته وباذن الله نصبروا وتتكاتف الجهود لو كان جينا متلاحمين في بعضنا ومتآزرين في بعضنا ونفتشوا على الحقوق تاعنا بكل الصيغه القانونيه والله صدقوني راح نروحوا الامام. انا اليوم جبت لكم الدليل. الدليل في صندوق في قانون المعاشات العسكريه بالنسبه الفصل الثالث المبالغ المتاخره، في الباب الثامن كاين الاحكام المختلفه المتعلقه بدفع المعاشات، تهبطوا لتحت كاين الفصل الثالث المبالغ المتاخره. المبالغ المتاخره الماده 53 المعدله، واش تقول الماده هذه؟ الماده هذه تقول لا يجوز باي حال من الاحوال صرف اكثر من استحقاقات معاش سنه واحده متاخره عند تاريخ تقديم الطلب المذكور باستثناء الحالات التي تكون محل مقرر استثنائي يعده وزير الدفاع الوطني. اسمعوا مليح خوتي، تبعوني مليح جيدا، وباستثناء حالات الافتراض التي لا ينسب فيها التأخير في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر إلى تقصير صاحب المعاش. هنايا مربط الفرس، مربط الفرس هو باستثناء حالات الافتراض التي لا ينسب فيها التأخير في تقديم طلب التصفية أو إعادة النظر في تقصير إلى صاحب المعاش. السمى التقصير الحاصل هذا راهو ماهوش تاع صاحب المعاش. اليوم حنا خاوتي واش قاعدين نشوفوا؟ قاعدين نشوفوا هما داروها، هذا القانون هذا داروه في 2019.
بعد ما دخلوا حوالي 70,000، حنا الناس هذو ما يهمناش، اللهم لا حسد، انا مانيش اليوم جيت انا باش نحسد الناس هذو ولا نقول الدراهم اللي داوهم سحت والله ما يسحت، كلكم تعرفون كذا الحوايج. هذه الماده 73 من قانون المعاشات العسكريه، بكل تعرفوها وبكل تعرفوا كيف سوطاو فوقها، والشيء هذا بكل على بالنا تجاوزناه. حنا درك اصبحنا نحوسوا على حقوقنا وفقط، ما نحوسوا على حتى فئه واحده اخرى. الداو ربي سلم، حلال ولا حرام كل واحد يعرف، كاين العلماء واستفتيوا العلماء، انا مانيش عارف. حنا واش قلنا؟ تقصير صاحب المعاش. درك كاين يا الاخوه، كاين واحد عطاوه لانفاليد، عطاوه 10%، اللجنه الجهويه للخبره الطبيه ولا اللجنه المركزيه عطات له مثلا 10% ولا عطات له 20% ولا 25% من سوره. هذا السيد يدفع الوثائق تاعو بصفه عاديه من لوبيتال ميليتار، يعاودوا يهبطوا لاكاس ميليتار، لاكاس ميليتار يوجهوهم لصندوق المركزي المعاشات العسكريه بيرو دانفاليد كيما نقولوا احنا. كي يوجهوهم البيرو دانفاليد، الله يسلمك خويا عبد الودود، ربي يحفظك الراجل زين. كي يوجهوهم لصندوق، يوجهوهم لدالي ابراهيم اللي كانت في بلكور وحولوها حاليا كيما قال لك خويا بشير افلو بدون الاشهار، حولوها لدالي ابراهيم. القانون اصبح ينتهك جهارا نهارا، باش نقولوها بكل صراحه، هذه امور قانونيه والله لا اخاف في الله لومة لائم، ما نخاف من حتى واحد. اخويا حبيت نهضر على امور قانونيه، جيت الديني ارواح الديني اخويا، ارواح الديني كرهتونا وصاي خلاص الواحد طفح الكي. المهم باش نوليو الموضوع تاعنا، عنده 35 شهر، يديروا له 35 شهر، كاين اللي داروا له 30 شهر، كاين خاوتنا لي روطارداتور والله لي روطار ديلي من 2016، منهم لاجودان فروتوار اللي ظل يشكر ويقول نشكر ونمجد ونبجل ونعظم. يا الاخ العزيز انت راك من 2016، من 2016 وانت قاعد تستنى في حقك، هذا راهو حقك. درك انت عندك مثلا 45 شهر من 2016، قداه من 2016؟ اي 6 سنوات 72 شهر، عندك 72 شهر، غدوه انت كيجيو يسلكوك في 12 شهر. احسب قدام الدين لك، احسب قدام الدين لك، هذا راهو حقك المشروع 14140، ديرها 14140 برك اضربها في 72 شهر وشوف قدام. هو ما يعطيوكش 14، ما يعطيوكش 72 شهر، يعطيوك 12 شهر. وهنا السرقه تتم، هنا السرقه والتحايل والتلاعب بالقانون. ها شوف هنا يقول لك النظر الى تقصير صاحب المعاش. يا اخي العزيز التقصير هنا راهو ما يعودش لصاحب المعاش، التقصير هنا راه ماهوش لصاحب المعاش. صاحب المعاش راه مسكين راح فوت لا فيزيت تاعو، الملف تاعو دفعو بطريقه عاديه، فات على لاكاس، لاكاس وجهته لاكاس سونترال، هو واش دخلوا صاحب المعاش لهنا؟ واش دخلوا؟ تقول لي انت هذا القانون داروه في سنه 2019 لما علموا بانه صندوق التقاعدات العسكريه راهو في خطر، فيه اختلالات خطيره، صندوق التقاعدات العسكريه حاليا راهو مهدد بالافلاس، راهو لو كان ما يدخلوش الاموال راهو هذا صندوق التقاعدات العسكريه راهو يفلس. علاه؟ على الناس هذه اللي دخلوهم على لي كونتيزاسيون، صندوق التقاعدات العسكريه محسوب زوج من الناس خدامين يسلكوا واحد متقاعد. دركا راهو صندوق التقاعدات العسكريه راهو في خطر. يا خوتي العزاز فيقوا فيقوا، راهو شوف حبسوا جميع المطالب الاجتماعيه، حبس السكن، حبس كذا، حبسوا. نوجهوا نداء للسيد رئيس الجمهوريه، فتح تحقيق معمق في صندوق التقاعدات العسكريه. دركا ولاو عندك حق، عندك حق في صندوق التقاعدات العسكريه، وانت ومعرفتك، وانت واش عندك؟ انت واش عندك؟ راك عندك حق. دركا ولا قال لك ما تسلكوش، انا ما تسلكش اكثر من شهر. واش هو الفرق ما بين متقاعد تحصل على لانفاليد ويسلكها كيما نقولوا احنا 12 شهر وسلكها بصفه عاديه، وبين متقاعد تحصل على لانفاليد وقعد 35 شهر ما يسلكهاش، هذاك اللي يسلكها 12 شهر وسلكها، يدي المستحقات تاعو بالقانون هذا الجديد، يدي عام تاعو نورمال، ومن بعد كل شهر يولي يتلقى 14140 تاعو بصفه عاديه. اما بالنسبه للشخص اللي ما يتلقاش لانفاليد تاعو 35 شهر، كيف راح دير له هذا؟ اعطيه لانفاليد تاعو. هذه راهي تعتبر تحايل وراهي تعتبر سرقه. انا يا اخي العزيز ما تبرر ليش اليوم بانك دخلت 70,000 شخص بدون وجه حق في هذا الصندوق هذا. انا اليوم حتى اخويا المشطوب اللي عنده 13 سنه ونص واللي عنده 10 سنوات واللي عنده كذا واللي خدم واللي عنده ملف طبي عسكري، راهو من حقه يتحصل على الانفاليد ومن حقه يتحصل على التكميلي. اليوم لازم شوف المواجهه والصدام راهو جاي جاي. يا الاخ، يا الماريشال، يا اللواء، يا العميد، يا اللي حاط روحك راح تفنى في الدنيا هذه وحاط روحك باللي صاير راح تعيش فيها، ياي والله او جاي نهار وتتحاسب.
حنا وعلى بالنا كيفاه افتعلتوا المشكل هذا وكيفاه دخلتوا الناس هذو بغير وجه حق. انا ما يهمونيش الناس هذو وما نحوش عليه يسلك ولا ما يسلكش ولا صحيح ولا مريض ولا هذيك يتحاسب امام الله عز وجل. انا مانيش هنا باش نحاسب الناس، ربي سهل على كل مؤمن. انا نهضر على حقوقي المشروعه داخل صندوق المعاشات العسكريه، الصندوق هذا اللي كونتيزاو فيه الناس، لي كوتيزاسيون تاع الناس بكل متواجده على مستوى الصندوق هذا. اليوم باش تقول لي الماده 53 المعدله من قانون المعاشات العسكريه تقول لك هذو المبالغ المتاخره هذو كيعود التقصير غير راجع الى صاحب المعاش يسلكهم. نتوما اليوم راكم تتعداو على القانون، راكم تعفسوا على القانون، هذا القانون اللي درتوه نتوما لانكم ما تقدروش تقصوها ديريكت، ما تقدروش تمنعوه من انه يدي المستحقات تاعو. ها ولا هنا يقول لك هذه المعاشات عدم جواز التنازل عن المعاشات وعدم عدم جواز حجزها، ما تقدرش تديها، ما تقدرش باي وجه. اليوم انا كي نروح نتكلم على حقي يقول لك روح دير محامي. لا ندير محامي، معليش ندير محامي، يا والله يا لو كان يدي لي دراهمي هذوك اللي راح يمدوهم لي يديهم بكل، بصح مهم نخرجها من صندوق المعاشات العسكريه. اليوم راكم قاعدين تستعملوا في واحد السياسه والله ما تدومش باذن الله، وما تطولش السياسه هذه. وهذا الشخص اللي قاعد يوجه في صندوق المعاشات العسكريه الحوايج هذه والله باذن الله وجاي نهارك ما كانش. اسمع انا نقولها لك، اخدمها زينه تلقاها زينه، الغلطه تتصلح. الناس هذو انت اليوم وليت تقول لي ما اللي لانفاليد 35 شهر نعطيه 12 شهر، لا تعطيه 12 شهر، اي ماهيش صدقه هذه، هذه هو عنده متاخرات تاع 35 شهر، ما تقدرش باي حال من الاحوال تدي له هذا المال تاعو. هذا راهو حقوق ناس، هذو راهم حقوق ناس. اليوم حنا وجهنا النظر تاعنا، انا على بالي باللي في المصالح الاجتماعيه كاين تلاعبات في المصالح الاجتماعيه وكاين حوايج بزاف في المصالح الاجتماعيه، بصح نقول لخوتي المتقاعدين حنا وجهنا بزاف النظر تاعنا للمصالح الاجتماعيه، اهملنا صندوق التقاعدات العسكريه والواقفين عليه. اليوم باذن الله منا وجاي راح نطلع لدار ابراهيم ونعاود نطلع، وبالك تقولوا باللي السيده وكي راحت خطره اللي فاتت ولا ما يعاودش يولي، يا ونولي يا وعلاجات الحقوق المفروضه تاعي المشروعه تاعي، والله ما نسمع بواحد. نعاود نرجع وندخل صندوق المعاشات العسكريه، والخطره هذه باذن الله نكسر لك راسك مدير صندوق المعاشات العسكريه المركزيه. ساعد وجد روحك باذن الله، اني جايك باذن الله، خاطر ماكش علاه. القانون هكا وانتوما هكا، وعادك القانون هذاكم عدلتوه، قانون هذا الوضعي هذا راكم عدلتوه وطايتوه على حسابكم، درتو كوستيم على حسابكم باش تقصيو الناس من التحصل على حقوقها. يا الله يا كريم، كيفاه في سنة 2019 البارحة بقت في سنة 2019 القانون زي، واليوم في سنة 2020 ولا 2021 القانون زي. علاه أنا كمتقاعد ولا كجريح ولا كمشطوب ولا قدام سنة وأنا نستنى في هذه المستحقات العالقة تاعي، أنا ما نتحملش الوزر تاع الناس اللي أخطأت يا صديقي العزيز، أنا ما نتحملش اليوم وزر هذا الأشخاص الغرباء عن صندوق المعاشات العسكرية الذين أدخلتموهم واغتصبتم المادة 73، اغتصبتم المادة 73. اليوم خاوتي أنا ما تحوسوا على حتى حاجة وما تطلبوا حتى مطلب، أنا نقول لكم المطلب المفتاحي، كاين مطلب مفتاحي كيفو تتحل الباب خلاص بإذن الله، المطلب المفتاحي والمطلب الجوهري هو فتح تحقيق معمق من السلطات العليا لهاته البلاد في صندوق المعاشات العسكرية وطرق تسييره والأموال تاعو هذه كيفاه تمدت، كيفاه سبحان الله وبحمده، كيف هذو الأشخاص الغرباء اللي دخلتوهم ومديتوا له واحد مديتوا له رابيل من 90، واحد مديتوا له رابيل من 95، واحد مديتوا له رابيل من 98، داو سبحان الله والله اللهم لا حسد، ربي يزيدهم إن شاء الله، ربي يزيدهم. اللي دا هذا المال هذا داه عن قناعة وداه حلال، والله عز وجل لو فوق سبع سماوات يشهد لده حلال، اخويا اللهم بارك له في ماله وربي يزيد له، اللهم لا حسد. بصح باش تمد هذه الاموال تمدها كما نقولوها احنا بطرق سياسيه، احنا ما يهمناش طرق سياسيه، احنا هذا صندوق التقاعد العسكري يا صاحبي سبحان الله مكونتيزين فيها صاحبي، تروح تمدها لينا بطرق سياسيه تقول لي فلان في وقت العصابه ومدها فلان يا اخي العزيز، مدها فلان شوف حل، ارفع تقرير للسلطات، ارفع تقرير للسيد وزير الدفاع سيد رئيس الجمهوريه، ارفع له تقرير اخويا، قال الصندوق راهو بتاريخ كذا اخترق بطريقه سياسيه بطريقه شعبويه بطريقه باش يدير شراء السلم الاجتماعي. قال اخويا هاو قداه يخص يرجعهم دوك المتقاعدين هذو، والله واحد فيهم يزيد يسوفري، الناس كل تولي تتحصل على الزياده تاعها بصفه عاديه تحصل كذا. اليوم علاه واش هو السبب اللي ما خلاهمش؟ كاين ناس قاعدين يتكتموا
كاين ناس على راس هذه المصالح قاعدين يتكتموا، خاطر ماكش على بالكم كون يتحل الموضوع هذا يفوتوا البليده، راكم تعرفوه ماكم على بالكم كلش. الحمد لله اليوم الوعي او اصبح منتشر بين صفوف المتقاعدين والمشطوبين والجرحى والمعطوبين، والله العلي العظيم حتى الارامل المساكن، حتى الارامل في الديار وعلى بالهم، اصبح امر لا يطاق. هات الانتهاكات الصارخه لصندوق المعاشات العسكرية، صندوق المعاشات العسكرية أصبح قهوة عمي موح، كولو روح، أصبح لا حسيب ولا رقيب. تلقى لهنا مدير جهوي تاع صندوق من صندوق التقاعدات العسكرية حط رجل على رجل يتكسر عليك، تدخل يقول لك أنا ما على باليش، روح شوف في دال إبراهيم، تروح أنت تخسر دراهمك وتخسر ترونسبور وتخسر الجهد وتخلي عينتك وحدها وتطلع لدال إبراهيم يحكموك يقمعوك رجال الدرك الوطني ورجال الأمن الوطني يقمعوك، وهما ماهيش مكلفين، هما ما مش مكلفين، خاطر ماكش واحد من الناس. انا نحكي على شخصي، انا نحكي على شخصي، ومني الى جميع المتقاعدين والجرحى والمعطوبين وما الى ذلك، انا كي نطلع لصندوق المعاشات العسكريه ولا نطلع للمصلحه المركزيه للمصالح الاجتماعيه، ندخل ندير البادج تاعي بطريقه محترمه، نحط البطاقه المهنيه تاعي، يتسجلوا المعلومات تاعي وندخل. انا جيب لي انا رجال الدرك الوطني ولا الشرطه ولا الامن ولا السيتياري ولا البياري ولا تخلعني، جيبهم لي باش تخلعني. انا متقاعد عسكري عندي جميع الوثائق الثبوتيه، انا جيب لي انا الخطره اللي فاتت كي قلت البوليسي والجدار، قلت له مش من حقك، مع كل احتراماتي ليك انت راك تحفظ الامن، وهما علاوه هما يثيروا هكا باش يقول لك ام تاع مشاكل ام جايين يخربوا. يا اخي العزيز انا مانيش جاي نخرب، عندي حقوق مشروعه، جيت ندافع عن الحقوق تاعي. انا كون مريح في داري، كون جينا في دوله يا الله العالي كيما دول البحر الابيض المتوسط، قال هذا عماره محمد شفيق اخويا شوف له قداه يسال تصفيه، تي سبحان الله وحايد الله هنا متقاعدين، مات في 90 كان يخدم في الشمان دفار والله في الدوله الصهيونيه هذه، الدوله اللي ما نشتيوش نذكروا اسمها، وهما ديما يروحوا ليها ويشتيوها ويموتوا عليها، نقولوا هك بكل صراحه. مات يبعثوا له تصفيه الحساب ويبعثوا له نيميرو سي سي بي تاعو جديد ويبعثوا له الرابال، 100 فرنك ما يديوهالوش، 100 فرنك 1 فرون ولا 1 اورو ما يديوهالوش، يبعثوا له كلش بالخدمات بكذا بكلش، يصفيوا له يعاودوا يبدلوا له الوثائق تاعو للزوجه تاعو. حنايا لهنا طلعت قربه يا دحماني يا دحماني، خطره لي فات انا نهضر معاه اخويا، انا نقول له ولدي ماده 53 هو على بالهم ما على بالهم، ما يستعملوا الذكاء والخبره والحنكه والخبث والدهاء ويستعملوا كلش ثعالب، والله ثعالب، سامحوني على المصطلح ثعالب، يعضوا الواحد من طلعت ليه اخويا نهضر معاه نهضر كذا ارواح فلان هاني جيت تفضل اللواء على واه هاي كيفا وعندنا متخل يا ولدي، قال لك هذه انت شكون؟ انت راك مسؤول عن المصالح الاجتماعيه اللي تحمل في نفسك انك تدافع على صندوق المعاشات العسكريه. اخويا صندوق المعاشات العسكريه احنا حابين نشوفوا شكون اللي حاكمه اخويا، شكون اللي على راسه، وبكل كومبليس بكل مع بعضهم يدافعوا على بعضهم ومصالح مع بعضهم، وحنايا لتحت نتناحروا في بعضنا ونقولوا هذا مشطوب وهذا معطوب وهذا جريح وهذا كذا وهذا اون بيتي ويمسكوا لاباس عليهم، نهار كامل وحنا هكا في بعضنا، نهار كامل واحد يضرب واحد، واحد يسب واحد، واحد كذا. من المفروض هذا الظلم وهذا الحقره وهذا الشيء اللي التعنت وهذا عدم السير بالقوانين وعدم الحكم بالقوانين الوضعيه اللي هما اللي داروها هذه، من المفروض نكونوا هك لحمه واحده مع بعضنا، لحمه واحده مع بعضنا، لحمه واحده مع بعضنا. استعملوا طرق ملتويه، نعم استعملوا طرق ملتويه، يقول لك روح هذيك النهار واش قال لي واحد، قال لي لا حبيت تدي حقك روح دير محامي والجأ للمجلس الدستوري. يا اخي العزيز اليوم على حتى نلجأ للمجلس الدستوري؟ ابي ربكم هكذا يعامل الجريح في بلدكم هذا؟ ابي ربكم هكذا يعامل من خدم هذا الوطن بصدق وبوفاء وبترت اجزاء من جسمه؟ هذا هو التكريم؟ هل هذا هو التكريم؟ اليوم نطرح السؤال، هل هذا هو التكريم خوتي الأعزاء؟ هل هذا هو التكريم يا أيها السلطات القائمة على هذا البلد؟ هل هذا هو تكريم العسكري الذي أدى واجبه كاملا خلال العشرية ودحر الإرهاب وساهم في تأمين هذا البلاد؟ هل هذا هو جزاء؟ هذا هو جزاء سينيمار؟ هذا سينيمار كان بناء، جابوه قال له انت تبني البنايات الحسنه وكذا، قال له نبني احسن البنايات، قال له هذا الملك بني لي احسن بناء لم يبنى في هاته البلاد قط،
فلما أنبنى له هذا البناء وشيده له طلعوا الفوق الأعلى خلاص ودزوا قال لك ولو من ثم استعملوا المثل العربي هذا جزاء سينمار، هذا هو الجزاء تاعنا، هذا هو الجزاء. في دول أخرى الدول اللي تحترم نفسها أقسم لكم بالله العلي العظيم هذا الناس يعتبرونهم من أشرف الناس ومن أقدس الناس ومن أنبل الناس، والحقوق تاعهم المادية والمعنوية والاجتماعية حدث ولا حرج. اليوم احنا لما نجي نطالب بحقي تخرج لي شرطي ودركي، دركي وشرطي راهو خويا، حتى هو الدركي الدركي والشرطي اللي تخرجوا لي والله العلي العظيم يولي يشكي لي في الهموم تاعو وفي المشاغل تاعو، يولي يقول لي حتى انا صبر برك، حتى انني ما عنديش سكن، وحتى انني كذا. وانت كتعلم في نفسك بانك ظالم، نقول لك كيف تعلم نفسك بانك ظالم؟ راك تحصن في نفسك وتدور في الناس تحمي فيك، راك حميت نفسك اليوم، غدا امام الله عز وجل شكون راح يحميك؟ راه تحميك اعمالك. والله ما هذا سخف وحمق منك، هذا سخف وحمق على علو مراتبكم. تلقاهم الويه الويه يحميو في نفوسهم ويديروا في في في, في 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 الناس ويجيبوا في كذا ويفزعوا ويستعملوا في الواسطات تاعهم، خاطر ماكش اليوم. انا نوجه نداء للسيد اللواء قائد الدرك الوطني من هذا المنبر، بأي حق سيادة اللواء، بأي حق وأنا ابن هذه المؤسسة العريقة وأتقن القوانين وأعلمها، بأي حق سيادة اللواء اليوم تمنع جريح في إطار مكافحة الإرهاب منتسب إلى صندوق المعاشات العسكرية إلى الولوج إلى مصالحه بغرض الاستفسار عن حقوقي الشخصية، حقوقي الفردية المهضومة والمنصوصة بقوانين هذه الدولة؟ بأي حق سيادة اللواء؟ وستسألون عن هذا، والله العلي العظيم ستسألون عن هذا، ستسألون عن كل عسكري هم الشموه، ستسألون عن إخواننا المرضى الذين هم يقبعون في منازلهم لا علاج ولا تكفس صحي، ستسألون. البارح والله شفت تعليق للأخت، والله تلقيت هذا التعليق بحسرة، يعني أخت من بومرداس في المجموعة الإقليمية راح يخرجوها زوجها متوفي أرملة زوج الدركي، يحوسوا يخرجوها من السكن الوظيفي إلى أين إخوتي الكرام؟ إلى الشارع. اليوم أنا ناشد ونخاطب الضمائر تاعكم، إن بقي فيها شيء يصلح، اتقوا الله في هؤلاء المتقاعدين، اتقوا الله في هؤلاء الجرحى والمشطوبين، اتقوا الله في هؤلاء ممن أفنوا شبابهم في الدفاع عن هذا الوطن الغالي في هذه العشرية الحمراء، ومن دحر هذا الإرهاب الغاشم، هذا الإرهاب الظالم المستبد، هذا الإرهاب الدموي اللي اليوم أصبحوا يتكرموا وإحنا أصبحنا نهان ونداس تحت الأقدام. والله كل حسرة، وفي جعبة الكثير الكثير، والله في جعبة الكثير، والله لو نقعد نتكلم ثلاث أيام وربع أيام ما نفرغش ما في جعبتي من الظلم والقهر والحسرة. هذا يسميه نكران الجميل، نكران الجميل. منا من قضى نحبه، ومنا من بترت رجله، ومنا من بترت رجليه ويديه وعينيه، ومنا من عنده أضرار جسدية أضرار بدنية أضرار نفسية. سبحان الله والحمد لله، والله لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. الحمد لله كاين حساب وعقاب. انا نتمنى انه هذه النداءات تلقى الاذان الصاغيه، خاطر ماكش كاين رجال شرفاء، كاين ألوية شرفاء، كاين ناس شرفاء في هذه البلاد هذه، كون ما جاوش كاينين الناس هذو كل البلاد هذه يربت امريبوها هذو اعداء الوطن. هذو الناس اللي بمجرد ما يتحصلوا على التقاعد تاعهم فيزا والطياره خلاص هم موجدين مشاريين ديار اير وكلش، وحنا وعلى بالنا بكلش، والحمد لله حنا مريحين في بلادنا هذا، وننتقدوا نقد بناء من بلادنا، ما ننتقدوش نقد هذام، وما نستعملوش السب والشتم والقذف، ما نستعملوش الحوايج هذه. حنا منا من بلادنا وننتقدوا نقد بناء باذن الله، وباذن الله يلقى الاذان الساغيه، وباذن الله يكون تغيير ايجابي.
حسبنا الله ونعم الوكيل. خاوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واسمحوا لي اسمحوا لي الا كان طولت عليكم، وبارطاجيو هذا الميساج وهذا الرساله باذن الله عل وعسى انها تلقى اذان صاغيه. حياكم الله خاوتي، بارك الله فيكم.